شعبته فريد راسمن بيسس يستفتى فيه الشعب التونسي. هذه خطوة إيجابية، لأنه اليوم قراءتنا كسياسيين نقولوا اللي دستور 2014 في عدد المطبات، وعلى ذاك 10 سنوات تونس ماشي التالي ليس القدام. دخل قيس سعيد وباش يعمل استفتاء للشعب التونسي في دستور جديد. البارح زوز مراسيم تناقش فيهم المجلس الوزاري. المرسوم الاول هو لجنة استشارية لتحضير الدستور الجمهورية الجديدة، والمرسوم الثاني هو دعوة الناخبين. لهنا بدينا صي الوقت الانتخابي ماشي فيه. الرئيس قيس سعيد اللجندة اللي حطها متمسك بها في تطبيق كان 25 جويلية الاستفتاء، والتوازة مش يعطيوا كلمتهم في دستورهم الجديد، لأنه دستور 2014 كما يقول قيس سعيد يقول أغلب الوطنيين الصادقين في البلد ذي اللي هو دستور بتاع فجر، للناس مش عارفة شكون يحكم بالهيئة الدستورية بتاعه، بتقسيم السلطة بين ثلاثة رؤساء، رئيس مجلس نواب، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، تفريق السلطة. فمني التوانسة مش لاقين شكون اللي باش يقودهم نحو بر الأمان، على ذاك لازم تغيير الدستور. فمني اللي كيفاش الدستور الجديد هذا ينجم معناتها ينجم يكون ضامن لوحدة الدولة؟ الدستور الجديد باش يكون ضامن لوحدة الدولة تقريبا اتخافيغ شنو هو معناتها النصوص بتاعه اليوم تقريبا. الدستور باش يكون يشبه الدستور 2014، لكن باش نحو تقريبا نجم يكون معناتها ديفيرون من دستور 2014 اللي هو باش يقرب ممكن الشعب اكثر البعض. الباب السابع هي كتفتيت السلطة والمركزية بتاع المحليات، نتصور باش تتنحى، باش يكون نظام رئاسي، لانه تو نحن نظام هجين لا تدري عليه الا نظام برلماني كما عديد الدول، كما اغلبيه الانظمه الملكيه مثل اسبانيا كذا له نظام رئاسي كما بعض الدول الاخرى، نحن له نظام هجين. ماشيين في نظام رئاسي، ماشيين في الهيئه الدستوريه اللي هي معناتها لعبت دور الدوله و وعطلت عدد الاشياء نورمال مو باش يتخلى عليها الدستور الجديد. هذه اغلب التصورات باش يحافظ على باب الحريات العامه والفرديه متفقين فيه. هذه هي معناتها ملامح الدستور الجديد. هو في الدستور القديم شنو هي الحاجه اللي تشوف معناتها ما قلنا باش ضامن الوحده الدوله مش يفجرها من داخل، شنو يفجر معناتها في الدوله من داخل؟ اللي يفجر الدوله من داخل الممارسه لتوزيع السلطه. لان واحد يقول لك انا رايي مثل اللي عمله رجل غنوش رئيس البرلمان السابق كي يتصل برئيس مجلس النواب الليبي وهني فيه تقول له وزير الخارجيه او هو رئيس الدوله، اللي في الدستور التونسي الخارجيه من مشمولات رئيس الجمهوريه التونسي. متى في البلدان الاخرين كي تبدا السلطه من اني البلدان الاخرين هني انا اعطيتك اغلبيه البلدان في العالم فما يا نظام برلمان يا نظام رئاسي. فهمني اللي النظام البرلماني خاصة في الدول انجلترا اسبانيا وين فما النظام الملكي او نظام رئاسي معناتها كيما فرنسا وكيما امريكا وكيما بعض. نحن شبه النظام هذايا ما تفهموش شنية شكون باش تعرض وشكون اللي يشد السلطة باش بعد يتحاسب.